بقالنا مئات السنين في الجحيم منتظرين ظهور المخلص في بيت لحم حسب النبوة اللي كتبتها. امتى يجي وياخدنا للفردوس؟ هانت خلاص يا ميخ. هانت؟ هانت امتى يعني يا دانيال؟ الوقت قرب جدا، والسنين اللي رئيس الملائكة غبريال قال لي عددها تقريبا خلصت خلاص، ولما يجي المسيح الرئيس أكيد أكيد هياخدنا من هنا. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من ملء الزمان. ولما نقول ملء الزمان ده معناها أن وقت مختلف جدا، اتحققت فيه نبوات، اتحققت فيه بعض الرموز أو اتفكت فيه الرموز اللي كانت تكلم عليها الكتاب المقدس في العهد القديم، وكمان حصل أحداث كتيرة حصلت في الوقت ده، شخصيات اتواجدوا في الوقت ده عشان يتقال عنه كده ملء الزمان، الوقت اللي حددته الحكمة الإلهية ليكون الوقت المناسب لميلاد رب المجد يسوع وبداية قصة الخلاص. يسعدنا وشرفنا النهاردة في حلقتنا هيكون معانا ضيفنا أبونا موسى كامل، كان كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك. الحقيقة النهاردة زي ما شفنا يعني مشهدنا كده وبداية حلقتنا بنتكلم على شخصيتين من الشخصيات الرائعة، لكل كلمة كده ممكن نتأمل فيها كتير قوي، ميخا طبعا دانيال. الحقيقة ميخا ودانيال كانوا موجودين، وزي ما المشهد ورانا كده ان كانوا موجودين في مكان انتظار او كانوا في الجحيم. عايزين نعرف من قدسك، هو فعلا كانوا في الجحيم؟ هل ده مكان اللي كان كل انبياء العهد القديم او حتى الناس اللي عاشوا في العهد القديم كويسين او وحشين كانوا بيروحوا ليه؟ دي حقيقة زي ما اشرت حضرتك، الجحيم فضل مكان انتظار الابرار والاشرار الخليقة كلها لغاية الوقت اللي جه فيه السيد المسيح وحقق الفداء على الصليب. لغاية الوقت دوت ما كانش في مكان تاني ينتظر فيه الناس. كلمة صعبة الجحيم دي، هنفسرها مع قدسك بتهالي النهاردة، وحلقة النهاردة بتهالي هتبقى دسمة جدا، لأن دايما الحاجات اللي عن العهد القديم محتاجين نعرفها أكتر وندوقها أكتر. تعودنا إن احنا نتكلم عن عصر أو عهد النعمة بعد ميلاد المسيح. العهد القديم فيه برضو كنوز كتيرة لازم نعرف عنها أكتر ونفهم عنها أكتر. طبعا النهاردة بنتكلم عن ميخا ودانيال تحديدا، وبالتالي برضو منين نتكلم على الميلاد فهو أو عن ملء الزمان بشكل خاص، وهو ده عنوان البرنامج بتاعنا الحقيقة تسابونا. وعشان كده بنقول إن عشان في بعض العناصر أو الأشياء اللي كانت لازم تتوفر في الوقت ده، كان منها كمان بعض الظهورات، بعض النبوات، بعض الرموز اللي بنقول في كانت موجودة في العهد القديم، اللي كان منها بعض الأنبياء زي دانيال وميخا. إيه النبوة النهاردة اللي احنا عرفناها عن طريق النبي دانيال والميخا في عن ميلاد أو حدث ميلاد رب المجد يسوع؟ خليني أبتدي مع حضرتك وأقول زي ما حضرتك أشرت إن فعلا العهد القديم مليان بالرموز ومليان بالإشارات، نقدر نلخصها كلها إن العهد القديم كله كان بيشاور إن السيد المسيح جاي، السيد المسيح جاي. كل الأنبياء اللي جم في العهد القديم كلهم كانوا بيشاورونا على النقطة دي، ونلاقيها واضحة قوي النهاردة في نبوة ميخا النبي. على فكرة ميخا النبي جه قبل السيد المسيح ب 800 سنة، ونلاقي إن في النبوة بتاعته في الإصحاح الخامس عدد 2 بيوضح قوي إن فين مكان الميلاد. اسمح لي أقرأها لحضرتك من الكتاب المقدس. بيقول: أما أنت يا بيت لحم إفراطة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأولى. فنلاقي إن وضح بشدة إن مكان الميلاد في بيت لحم. ودينا السؤال بسرعة، ليه بيت لحم؟ يعني ليه فكرة بيت لحم؟ هل في برضو دلالة على المكان ده تحديدا؟ أكيد أكيد. زي احنا أولا المعنى الرمزي لبيت لحم هو بيت الخبز، وبيت الخبز السيد المسيح لما جه أشار إنه هو خبز الحياة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن معروف إن بيت لحم اليهودية هي بيت داود، يا بيت داود. ونلاقي ان في انجيل مغلمنا لوقا في ايه حلوه قوي بتقول: فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينه الناصره الى اليهوديه الى مدينه داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود. فدي كانت برضه هم اليهود كانوا منتظرين ان السيد المسيح يجي كمخلص، وكانوا يعتقد ان هو هيجي مخلص ارضي زي الملك داود، ان هو هيجي يملك عليهم ويخلصهم من الـ 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 الارض، يعني او ان هو يبقى ملك عليهم ملك ارضي. طبعا السيد المسيح لما جه هدف سماوي كان بيخلصهم من عبوديه ابليس.
برضو من الآيات اللي محتاجين نفسرها، يخرج منك الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. قصده إيه يا أتسابونا بالآية؟ السيد المسيح لما جاء على الأرض كان ليه كل السلطان. احنا بنقول إن السيد المسيح لما بارك البشرية كلها وتجسد وتأنس كان ليه كل السلطان على الهوى، كان ليه كل السلطان على الأرواح الشريرة، طلع أرواح شريرة، كان ليه كل السلطان على الموتى، قام أموات. هو السيد المسيح لما جه زي ما هو كان إنسان كامل بشري كامل، كان في نفس الوقت إله كامل. ومنذ الأزل إن هو بصراحة بتشير إلى ألوهيته، عشان في ناس ساعات كتيرة تتلخبط تفتكر تقول إن السيد المسيح بدايته هي الميلاد من العذراء. لا طبعا، أنه هو يؤكد في النبوة يؤكد أنه هو أزلي أبدي أزلي. إحنا نقول كده من صفات ربنا أنه هو أبدي أزلي، إله كامل، إله كامل. وهو حتى ما اتكلم عن نفسه قال كده هو من قبل إبراهيم أنا كائن، وهو قال أن أنا أزلي. وإحنا بنقول كده في صلاة بكر كل يوم مع يوحنا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. فإحنا بنقول أن الميلاد تحقق في ملء الزمان، ولكن الله الإقنوم الإبن دوت طبعا موجود منذ الأزل، الله كامل بلاهوته منذ الأزل. نبوات ميخا ودانيال الحقيقة عجيبة، لأن كنا يعني اللي نعرفه كده عن نبوة في سفر ميخا اللي كانت بتتكلم عن مكان الميلاد، حددت المكان بالفعل زي بيت لحم زي ما ذكرنا وقلنا. أما عن النبوة عن دانيال حددت توقيت الميلاد، ودي حاجة مش كتير الحقيقة يعرفوها أن وقت أو معاد الميلاد تحدد. خلينا نقرأ كده مع السادة المشاهدين برضو عشان آيات العهد القديم تفسر لنا، وقدسك بعدها تفسر لنا إزاي الآية بتقول لنا فعلا المعاد بتاع الميلاد ده. يقول كده في دانيال 9 وعدد 24 و25: 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة. طبعا هنا من دانيال 9 بعض الأرقام يسبون، عشان كده التفسير هنا مهم. يعني متهيألي لو أي حد أرى بعض الآيات دي هيقول يعني بيشير لحاجة، بس عايزين من قدسك تفسير عن هذه الأرقام. 7 أسابيع 62 أسبوعا، إيه الكلام ده قصده إيه بيه؟ إزاي حدد معاد الميلاد من بعض الأرقام دي؟ هو طبعا إزاي حدد دي بتاعت ربنا، هي النبوة كانت واضحة جدا بالأرقام. 7 أسابيع و62 أسبوعا، 7 أسابيع و62 أسبوعا بالضبط كده. فهي نوات الإشارة دي جاية 7 في 70، والاختلاط بيحصل في أن الناس جابوا كلمة أسبوع دي فسروا أن هي أسبوع زي ما احنا نعرفها أسبوع اللي هي الأيام. ولكن بصراحة الأباء لما رجعوا للمعنى الأصلي اكتشفنا أن كلمة أسبوع دي هي عبارة عن وحدة مكونة من 7، فأصبح 70 في 7 تساوي 490. فالرقم كان بيشير وكان واضح جدا أن دوت نبوة عن سيد المسيح، واتحققت طبعا في ملء الزمان أن هو جه في الميعاد اللي تنبأ عليه دانيال النبي. رائع الحقيقة من النبوات تتحقق بالحذافير، يعني حتى الكلمات تتفسر ونقدر نطلع منها كلام منطقي. أنا بشكر بصراحة على الأنبياء كانوا بيقولوا كلام مش عارفين معناه، مش قادرين هو ذا العذراء تحبل وتلت شفهوش، يعني مش قادرين يشوفوه بالظبط. فلا طبعا العهد القديم كل ما نتعمق فيه يدينا دلالات قوية. عرفنا المكان وعرفنا كمان الزمان وكل ده من خلال النبوات. ازاي ربنا كان بيهيئ الشعب؟ يعني دايما بتهيالي ان الفتره الطويله اللي قبل ميلاد المسيح واللي النهارده بنقول عليها ملء الزمان، عشان الملء الزمان ده يحصل اكيد كان في تهيئه للاذهان، اذهان الشعب بيتحضر لميلاد رب المجد يسوع. ازاي حصل ده من خلال ايضا الزهورات والرموز والنبوات عن العهد القديم؟ زي ما ابتدينا الحلقة وقلنا إن العهد القديم مجمله كله كان بيتكلم عن إن المسيح جاي، فنلاقي إنه كل الأنبياء وكل الكتابات وكل الإشارات كانت بتتنبأ إن سيد المسيح جاي، سواء بظهورات حصلت أو سواء برموز اتحققت. فنلاقي مثلا، ندي مثل أبونا يعقوب أبو الآباء، شاف في رؤية سلم بدايته من الأرض صاعد إلى السماء. الرؤية دي بصراحة توضح جدا ميلاد السيد المسيح من العذراء، اللي هو برضو كان يبتدي ان هو من خلال يصالح الأرضيين على السمائيين، هو بقى هو السلم اللي صعد بينا من الأرض
للسماء، هو بقى هو وسيط الخلاص ما بين الأرضيين والسمائيين. بما إننا جبنا أبونا يعقوب نفتكر قوي أما ظهر له وقعد يتصارع معاه الليل كله، أما قال له كده لم أطلقك إن لم تباركني، كان دوت برضو ظهور واضح من ظهورات السيد المسيح لأبونا يعقوب. أبونا يعقوب إن هو ظهر ليه واتكلم معاه، فهو يعني نقدر نقول إن كل الظهورات وكل الإشارات دي كانت بترمز للسيد المسيح. طبعا لو رجعنا للعهد القديم هنلاقي ظهورات مع إبراهيم ومع أبونا يعقوب وهكذا وهكذا، فنلاقي إن الظهورات كانت قوية، وكل دوت كان بيحصل عشان يهيئ الشعب، عشان يهيئ الناس، بيقول زي ما ظهرت في القديم في سورة ملاك أو زي ما ظهرت في القديم في سورة إنسان، فأنا أقدر أجي في ملء الزمان علشان أخلص آدم وبنيه وأرده لرتبته مرة أخرى. تعوديني وتسابونا في كل حلقة بنتكلم عن الميامر والتسابيح من على لسان ماري إفرام السوريان، سواء من تأملاته أو الأحاديث أو الحاجات اللي هو الحقيقة الحوارات الجميلة اللي ممكن يكون هو حتى بيتخيلها على الأشخاص الموجودين في حدث الميلاد. خلينا ناخد فاصل صغير ونرجع نتكلم على ماري إفرام السوريان. موسى وهو بيرعى الغنم شاف منظر غريب، عليقة مش بتتحرق مع إن جواها كان في نار ولهيب. يعقوب كمان شاف في الحلم وهو في طريقه اللبان سلم واصل للسماء وواقف عليه الديان، كلها كانت رموز للتجسد اللي تم في ملء الزمان. ماري إفرام السورياني، لسه ما زلنا في ملء الزمان وبنتكلم على حدث الميلاد الرائع المهوب القوي جدا اللي هو بداية لرحلة الخلاص. خلينا تسيبونا النهاردة نتكلم على الميمر الأول من التسابيح أو من الميمرات بتاعة ماري إفرام السورياني اللي اتكلم فيها عن هذا الموضوع. دينا فكرة عامة كده وشاملة عن هذا الميمر تحديدا، ونشوف ماري إفرام السورياني قال إيه عن الشخصيات اللي بنتكلم عليها النهاردة. هو في الميمر الأولاني نلاقي أن ماري إفرام بيرسم لنا تابلو جميل يكلمنا فيه عن شخصيات من شخصيات العهد القديم، إزاي أشعياء يتنبأ عن السيد المسيح، إزاي داود يترنم بميلاد السيد المسيح ويتنبأ عنه، إزاي ميخا يشاور على ميلاد السيد المسيح، بعد كده إن السورة تاني يقول لنا عصا هارون اللي أفرخت وأعطت ثمرة زي الست العذراء ما جابت لنا السيد المسيح بدون زرع بشر. فبصراحة ماري إفرام يدينا صورة أو تابلو جميل عن أنبياء العهد القديم وإزاي الرموز دي كلها كانت بتتحقق من خلال كلمات إحنا بنقدر نترنم بيها ونتسبح بيها من الميامر. يعني نفس الميمر يمكن كان في مقارنة بين آدم ويسوع أو ربنا يسوع المسيح، قال كده عنه: الأرض البكر حملت آدم الأول الذي كان رأسا على كل الأرض، واليوم حملت العذراء البكر آدم الثاني الذي كان رأسا على كل السماوات. عايزين من قدسك نعرف ليه عمل المقارنة دي، ليه فكر في يسوع أو ربنا يسوع المسيح كالآدم الثاني وآدم الأول. زي ما قلت الحاجة، احنا طبعا نفتخر ان السيد المسيح جي وبارك جنس البشرية بالتأنس أو بالتجسد والتأنس اللي حصل، ان أخد طبيعتنا البشرية وأصبح إنسان. فالمقارنة ما بين آدم الأول وآدم الثاني بنقول كده باختصار، زي ما كان آدم هو بدء الخليقة القديمة أو بدء الخليقة في البدء، هكذا السيد المسيح ليه كل المجد هو بدء الخليقة الجديدة. زي ما كان اللعنة حلت علينا بسبب آدم الأول، فالسيد المسيح أزال عنا هذه اللعنة من خلال آدم الثاني زي ما بنقول في الميمر، أو زي اللي هو بيشير للسيد المسيح. زي ما كان آدم الأولاني هو رأس الأرض، فالسيد المسيح هو رأس السماء وهكذا. فنبتدي المقارنات دي تاخدنا إن اللي أفسدته حواء صلحته العذراء، واللي أفسده آدم الأول بتجسد وتأنس السيد المسيح اتصلح بيه وتردينا مرة أخرى للفردوس. في نفس الميمر تسابونا برضو يكمل كلامه ماري إفرام، يقول: في اليوم الذي صار فيه الإله الغني فقير من أجلنا فليشارك الأغنياء الفقراء في موائدهم، في اليوم الذي وهبنا فيه عطايا
لم نطلبها، فلنقدم صدقة لمن يصرخون متوسلين إلينا إحسانا. سيد المسيح تأمل يعني مهم قوي نتكلم عنه النهاردة طبعًا. ونقول ليه يعني هنا الوقت بتاع الميلاد ازاي نتحرك، ازاي نتصرف، ازاي نفكر. هو حلو ان حضرتك بتشير لوقت الميلاد، بس طبعا دوت الطبيعي ان احنا اما السيد المسيح جه ولبس الجسد علمنا ازاي احنا كمان نسلك، كما سلك ذاك يجب ان نسلك نحن ايضا. فاللي خلى الله بذاته يتجسد ويتضع ويعيش وسطنا كفقير دوت يخلينا نفهم ان احنا برضو لينا دور، احنا محتاجين ان احنا ناخده لينا قدوه ومثال. فزي ما الله بذاته اتضع ووصانا على اخواته اللي هو قال عنهم كده ان هم اخواته، ودي اذا كان حد فينا غني او حد مننا يملك المال فدي هبه من عند ربنا، فيجب ان احنا نكون موجهين جزء من اموالنا دي لاخواتنا. فمواقف المايمر بيوصينا على الوصيه دي، وهكذا ناخدها بقى على حياتنا الروحيه. اذا كان الله وهو الديان العادل اللي قال كده انا لم اتي لادين العالم، فما صحش بصراحه ان احنا ندين بعض. لما جه السيد المسيح وقال اغفروا بعضكم لبعض، فما ينفعش ان انا ابقى شايل من اخويا او مش قادر اغفر لاخويا. فالوصيه واضحه ان احنا ندي اخواتنا المساكين وان احنا نهتم بيهم، عشان دوت واجب علينا او وصيه ما نقدرش ان احنا نهملها، ولكن برضو في نفس الوقت بنطبقها على كل نواحي حياتنا ان احنا لازم نسلك كما سلك السيد المسيح، سواء في المغفره او سواء في ان احنا نقدم حب لبعضنا البعض وهكذا، علشان نكون ابناء فعلا بنتعلم من التجسد واللي حصل فيه يعني. بشكرك يا استاذ موسى، الحقيقه حلقتنا النهارده حلقه دسمه جدا، توصلنا كده لمفهوم كبير ان العهد القديم والعهد الجديد قد ايه مترابطين، للزهورات مع الرموز مع النبوات اللي يمكن اتقالت كتير في العهد القديم قد ايه ازاي بتتحقق وبنشوفها بشكل اوضح في العهد الجديد. يمكن قدسك قلت حاجه جميله في النص ان قدسك بتشفق على الانبياء، كانوا بيكتبوا حاجات مش شايفينها، احنا يا بختنا قادرين نشوف الحاجات بعد ما حصلت، فقادرين فعلا نفهم ونكمل الصورة النهاردة في ملء الزمان مع ميلاد رب المجد يسوع. خلينا نكمل المشهد اللي ابتديناه عن النبي دانيال والنبي ميخا مع مشاهدين. تفضلوا. لكن تفتكر يا دانيال لما يجي المسيح الرئيس اللي تنبأت عنه العالم هيستقبله ازاي؟ يمكن في ناس تسمع له وتقبله، لكن كتير منهم هيرفضوه زي ما رفضوا انبياء كتير قبله. بس لو كان ييجوا ويشوفوا الحال اللي احنا فيه وقد ايه بقى مئات السنين بنحلم باليوم اللي خلصنا فيه، اكيد اكيد هيفوقوا ويقبلوا. لما جاء ملء الزمان أرسل الله لنا ابنه، أخذ طبيعتنا وصار إنسان، وهو الله المجد له. بنور عظيم بدد ظلام الليل وأشرق من علا، بفيض محبته أتى جعل البشر أبناء الله، جعل البشر أبناء الله.